على ضوء مشاهدتك للدوري المصري الموسم الماضي ونحن نستعد لانطلاق الموسم الجديد كيف ترى قوه الدوري المصري اعتقد ان الدوري المصري دائما مثير للانتباه هو احد الدوريات القويه او من اقوى الدوريات في افريقيا وكذلك يحتوي على اقوى انديه على المستوى الافريقي الاهلي والزمالك وبيراميدز فرق قوية ولاعبين كذلك نجوم كبار ودائما ما نشاهد أندية مصرية في المنافسات الأفريقية كذلك الدوري المصري دوري قوي وفي حالة العمل والاجتهاد يمكن أن يحرز نتائج أكبر في المستقبل طيب كونك اشتغلت في المنطقه العربيه كيف تري التطور اللي بيحصل في الدوري السعودي وانتداب عدد كبير من اللاعبين المميزين والاسماء الكبيره اسماء الصف الاول في اوروبا هل تتوقع دوري يستمر علي هذا النهج في الفترات القادمه ام هي فتره استثنائيه <applause> <بيتكتفك> <متدأ> حسنا، آه مع الوقت سنشاهد هذا، آه يعني الوقت سيكشف عن جواب هذا السؤال في البداية في البداية لا شك انهم يقومون باستثمار كبير وعمل كبير لكي يحظوا بدوري عالي التنافسية في البداية اعتقد انه يجب عليهم ايضا الاهتمام بقطاعات اخرى وليس فقط التعاقد مع لاعبين كذلك الاتقان والمدربين واخصائيين العلاج الطبيعي والاطقم الطبيه ايضا يجب الاهتمام بهذه الجوانب لكي يتسنى للاعبين الاوروبيين ان يحظوا بمناخ الذي يجدونه في اوروبا الان نشاهد نجوم كبار في الدوري السعودي ويتوقع ان نشاهد نجوم اخرين وقد ينتقل الدوري السعودي الى المستوى العالمي قريبا